شيد هذا المسجد من لدن الخليفة عبد المؤمن الموحدي حوالي سنة 547 هجرية. مع بداية القرن الثاني عشر الميلادي ظهرت في أعالي جبال الأطلس حركة دينية إصلاحية توحيدية تزعمها المهدي بن تومرت الذي نصب زعيما روحيا للموحدين سنة 1121، وقد أمر بعد مرور أربع سنوات على حكمه ببناء مدينة تيمن وجعلها عاصمة له وقاعدة عسكرية لجيوشه. بعد وفاته وتخليدا لذكراه أمر عبد المؤمن بن علي الكومي في سنة 1153 ببناء مسجد تينمل وتحول الموقع على إثر ذلك إلى مقبرة ملكية للخلفاء الموحدين. خلال العصر الماريني تعرضت المدينة للهدم والتخريب من طرف الجنود المارينيين، ولم يستثنى من ذلك إلا المسجد الأعظم الذي أصبح يشكل معلمة مهمة يعتبرها السكان المحليون مزارا مقدسا، بالإضافة إلى بقايا صورها الأمني في الجهة الشرقية وأطلال متناثرة لقصبة أورير انتضاف التي أفرضت على قمة جبل. بني المسجد بتصميم ذي شكل مستطيل على مساحة طولها 48 مترا وعرضها 43 مترا، وهو محاط بصور مرتفع تعلوه شرفات تتكون قاعة الصلاة من 9 أروقة موجهة نحو القبلة، كما يشكل التقاء البلاط المحوري والرواق الموازي لجدار القبلة شكلا هندسيا على نحو الحرف اللاتيني تي. أما القبب الثلاث فتتوزع بشكل منتظم على طول رواق القبلة، إلا أنه لم يتبقى منها إلا واحدة في الزاوية الجنوبية. ترتكز أروقة المسجد على دعامات مبنية من الآجور بواسطة أقواس متنوعة الأشكال تساهم في إعطاء جمالية خاصة لقاعة الصلاة، وتعلو المنبر والمحراب صومعة مستطيلة، وهو ما يعتبر استثناء في هندسة الجوامع بالمغرب. أما الصحن فيمتد شمال غرب قاعة الصلاة، وهو محاط بأروقة من حيث الزخرفة، يشكل محراب تنمل إحدى روائع الفن الإسلامي بالمغرب. ويمكن القول أن مسجد تنمل يتميز بأحجام متوازنة وتناسق تركيبي تدريجي لمرافقه المركزة جميعها على عنصر المحراب، ليس فقط على مستوى الزخرفة بل وحتى على مستوى الترابطات الهندسية وترابطات الأحجام. شيد هذا المسجد من لدن الخليفة عبد المؤمن الموحدي حوالي سنة 547 هجرية، ويقع بتينمل بالأطلس الكبير ويتسع بالعرض أكثر من العمق، وتشكل الصومعة استثناء من حيث شكلها إذ تتخذ تصميما مستطيلا.